كأنه الأكل قليل بكفة. ايه لك شو الصايم شو بياكل؟ واختك مش حتفطر هون، رح تفطر برا، فبقدونا الأكل. اه مش جاي تمام. يلا بدي على الفطار. يلا انا عم بدق على الباب. رح شوف مين هون. تعال افتح لنا. تعال اهلا يا كل اهلا. بدي الحمام هاد ما نصدرك حد جدنا. بدي جيتي على اساس معزومة. ما هي انا المعزومة بس تركي ولادي هون مشان بيسلكوا هيك. انتبه علينا. روح يا تاتا. تاتا شوي يا تاتا. شوي عم تقول ايه تمام؟ شوي يا حبيبي. هادو بيت شوي شوي بس. شو خلو عندك كل صحنة؟ ما بقسر روح جيب صحن لصب لك غيره في بعد. لك ايه شوي جوعان. وين التبولة؟ لك هيك هون يا عمي. صحتان يا خالو صحتان. بس خلصت الجاط انت. بس ناقصهم شوية ملح. عفوا معاش في بيتزا هلاك. طب وين الشوربة؟ شو اختي مخلفي جراد؟ لك انا ختمك يا لك ختمك لك شافي بس شو ان شاء الله ما عذبوكم؟ لا ما عذبوا يا في شو هي هي هون حلو يا قنا. تعال بسرعه بدل ما تشوفوا المنظر. تعال اخر مره بجيبكم عند جدكم احسن ما تتعلموا اشياء مش منيحه.